صحة صحة وبشفي صحة وبشفي. صباح الفل مدام مفيدة لبيسة. صباح الخير سيما لبيس. الحمد لله. دونك اليوم باش نحكي على البقول الجافة، الأهمية نتاعها في الماكلة، دو بريفيرونس قدي الكونتيتي، فاش نجم نحطوها، شنو تنجم تفيدنا في سورتو في شهر رمضان في شقة الفطر. البقول الجافة هي ديما مفيدة في شهر رمضان ولا من تخرج شهر رمضان، نظرا للقيمة الغذائية العالية اللي تحتوي عليها. نلقاو فيها منتا سكريات، السكريات نتاعها هذه بطيئة الامتصاص. نلقاو فيها زلاليات، معناتها زلاليات اللي فيها نكملوا بها نسبة الزلالات الحيوانية باش تكون الغذاء نتاعنا متوازن. نلقاو فيها زادة كمية هامة من الألياف واللي هي مفيدة جدا للجسم نتاعنا. جوز باش يفهمونا كي نقولوا البقول الجافة، يعني قاعدين نحكيوا على الحمص، الفول، العدس، اللوبيا. اي هذوكم هما البقول الجافه، هما الحمص وكما قلت انت والعدس والفول واللوبيا. والعدس مثلا كبده بقشور، ومعناتها مفيد اكثر للناس اللي عندهم السكر، حتى ديما القشره هذيك معناتها هي اللي تخلي من البقول الجافه انه السكريات نتاعهم معناتها ذات امتصاص بطيء، معناتها مفيده جدا ومفيده زاده للامساك، على خاطرش الناس نعرفوا توا في رمضان برشا وخيين تلقاهم عندهم مشاكل متاع قبض وكل، به يليلهم معناتها البقول الجافة. توفر فيها زادة الحديد، معناتها والحديد نتاعهم يكمل زادة الحديد الحيواني. هذاك علاش ننصحوا احنا باستهلاكهم، معناتها ماذا بينا يدخلوا في عاداتنا وفي رمضان ولا غير رمضان، خاطر لاحظنا تويكا برشا من المستمعين نتاعنا ما عادش يستعملوهم، معناتها سورتو الاولاد الصغار ما يحبوهم، شو يقول لك بعد لي الحمص، بعد لي الفول، بعد لي العدس. احنا ماذا بينا ما تهدوا ما يدخلوا في عاداتنا ويتوجدوا ديما على الطاوله نتاعنا. باهين، ماني للذن نتاع الانسان سورتو الصغار حاجه مهمه، هما مهمين كما قلنا يحققوا التوازن الغذائي، مهمين وننصحوا باستهلاكهم ديما. مثلا انت في شهر رمضان اللي بلا اللي نجموا نكونوا موجودين فيهم، نجموا نحطوهم مع الشوربه، نزيدوا شويه عدس، نزيدوا شويه حمص، نجموا نحطوهم مع الكسكسي، شويه حمص زادا، كي نعملوا مرقه خضره علاش لا ما نحطوش شويه فول ولا حمص زادا، نعملوا مرقه اللوبيا. والنجم اذا كان ما عندناش حتى شيء من هذا، نجموا نحطوا شويه مثلا حمص والا شويه عدس مع سلطه، متى هكاك نكونوا حتى زوز مغارف بركه، متى كافي مش لازم ناكلوا كميه كبيره، معناتها نحطوهم معناتها مع اي ماكله نجموا ناكلوها. تبقى هما كما نعرفوا معناتها برشا ناس يقول لك انا يقلقني، اي ما نجموش نستعملوهم، يقول لك ينفخ لي كرشي، يعمل لي غاز. الناس هذوما احنا ننصحوهم معناتها نظرا للفائده المهمه اللي هي تحتوي عليها البقول الجافه، ما نحيوهمش من ماكلتهم، وانما معناتها يجربوا يوقفوا عليهم، ينفخوهم بالقدا من الليل ويطيبوهم بالبيهي معناتها، ومن بعد يجربوا يبداو مثلا بالعدس إذا كان سفا وتعدى ما قلقهمش، مرة أخرى يعملوا حمص، كل مرة يعملوا حاجة باش هكاك يعودوا بدنهم على الأغذية هذية. بلا قلت أنت مدام مفيدة به، فيه السكريات هكا؟ أي فيه سكريات بطيئة الامتزاز، معناتها كي نقارنوا مثلا بين سكريات العجين وسكريات البقول الجافة، تكون السكريات نتاع البقول الجافة بالنسبة سيرتو للناس اللي عندهم السكر معناتها مهمة، معناتها مهمة لأنها ما يتمش امتزازها بنفس الطريقة هي والسكريات نتاع العجين ولا بتاع الخبز معناتها، وهي الالياف اللي فيها معناتها تتميز انها زاده ذوب معناتها داخل الامعاء نتاعنا، وبالتالي معناتها تخلي عمليه الامتصاص معناتها ابطا. معناتها هذاك علاش ننصحوا بيهم، وماذا بينا معناتها نتعودوا ناكلوهم ونعود اولادنا بماكلتها. صحه صحه وبشفي صحه وبشفي.